بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم باللقاء الأول من مساق أساسيات البرمجة، أو بالإنجليزي بنسميها Programming Essentials. طبعا هذا المساق يعتبر من أهم المساقات خلال الفصل الحالي، وأساسا البرمجة هي تعتبر جوهر الاي تي، وهذا المساق هو مساق من أهمية لأنه مبني عليه مساقات كتير خلال الفصول القادمة. عشان هيك أنا يعني بأرجو كل طالب وطالبة إنه يعطي هاي المادة حقها وزيادة، وأسأل الله إن ربنا يمدنا بمدد من عنده لنقدر نوصل المعلومة بشكل سلس وواضح وصحيح. هذه المحاضرة هي المحاضرة الأولى بعنوان Introduction أو مقدمة، وكلمة مقدمة يعني هتكون عندنا معلومات عامة وهندخل في التفاصيل في المحاضرات القادمة. محاضرة زخمة شوي مليئة بالمعلومات، عشان هيك أرجو التركيز من الجميع. بداية زي ما هنتعود في بداية كل محاضرة لازم أكتب لك الأوتلاينز اللي هنشوفها، أو الخطوط العريضة، أو العناوين اللي هنشوفها مع بعض، هندرسها مع بعض بالتفصيل خلال المحاضرة. وأول شيء هنتطرق له اللي هو البروغرامر أو المبرمج اللي هو حضرتك، وهنحكي بالتفصيل هاي من ناحية التعريفات. بعدين هندخل في عالم الكمبيوترز وهنعرف ما هو الكمبيوتر ومكوناته، وهنشوف مع بعض المكونات المادية والبرمجية. وبعدين هندخل هنعرف حديث ما شي يعني كمبيوتر بروجرام، شي يعني برنامج، وهنتطرق طبعا بشكل مفصل للغات البرمجة أو programming language، وهنشوف أنواع low level والhigh level. وآخر شيء بنهاية المحاضرة هندخل في لغة جافا، نشوف كيف بتشتغل وعملية التنصيب تاعتها عشان نبدأ نشتغل عليها على الحاسوب. أول شيء، شو معنات programmer؟ يعني ما معنى مبرمج؟ وكلمة مبرمج مشهورة عنا، يعني إيش حابب تطلع؟ حاب أطلع مبرمج، أو شو بتشتغل؟ بشتغل مبرمج. فكلمة مبرمج هنا ماذا تعني؟ التعريف الدقيق تاعها، لو بدنا نعرف كلمة a programmer اللي هو المبرمج، هنقول هو is a person، هو شخص. شو بيعمل؟ هو writes، بيكتب أو بينشئ كمبيوتر بروجرام اللي احنا بنسميه الكود، using programming languages to perform specific task. أكل كلام هذا بالعربي، المبرمج هو شخص اللي بيكتب أو بينشئ برنامج حاسوب أو الكود بنسميه باستخدام لغات البرمجة عشان perform، يعني ينجز عملية معينة. هذا هو التعريف الدقيق تاعها. طبعا بنلاحظ هنا التعريف هنا في عدة مصطلحات تحتاج إلى توضيح، وهذا اللي حيكون عندنا الفهرس في السلايدات القادمة. أول شيء مصطلح الكمبيوتر شو يعني؟ واضح هنشوفه مع بعض في السلايدات القادمة. كلمة بروجرام برضو شو يعني؟ لازم نكون فاهمينها بشكل صحيح. وبعدين هنشوف حاجة شو يعني programming languages، شو يعني لغات البرمجة، والعالم ندخل بالعالم تاعها. وطبعا هنتطرق بشكل جانبي كلمة specific task، يعني احنا عايزين، انا كمبرمج بكتب برامج حاسوب باستخدام لغات البرمجة عشان تنجز لي يعني تاسكات او عمليات معينة. زي ايش عمليات معينة؟ هنتطرق طبعا للكلام هذا بتفصيل ادق في السلايدات اللي جاي. طبعا هذه الصورة جبتها انا من جوجل، نظام زي لما نعمل في القاموس، فكلمة بروجرامر في القاموس تعريفها المعقد هذا، لكن احنا التعريف اللي حنمشي عليه تعريف السيمبل والمباشر اللي احنا حكينا عنه. طبعا لو حابين من باب طبعا تغيير الجو، هو حياة المبرمج حياة تختلف عن حياة الاشخاص التانيين، خلينا نحكي بالصورة هاي. والصورة طبعا موضحة الكلام هذا، فهو كتب لي هان البروجرامرز ديلي لايف اللي هو الحياة اليومية تاعت المبرمج، عادة بيقضيها إما بيقرأ أكواد أو
يعني بيعالج اخطاء او بيكتب اكواد جديده. فطبعا البروجرامرز لايف انا طبعا في الرسم الكاريكاتير اللي هان في الورك طبعا زي ما انت شايف كيف حاني حاله على اللابتوب او الكمبيوتر، والهوم نفس الشيء قاعد على الكمبيوتر، ولما بدي يلعب بدي يلعب على الكمبيوتر، وحتى لما بنام حيحلم في اللابتوب او في البرمجه. فهذه هي الصوره يعني بتوضح لنا حياه المبرمج كمبرمج. طيب الان احنا في خلال هذا الكورس راح نصير ان شاء الله مبرمجين باستخدام ايه؟ باستخدام لغه جافا، لان احنا حكينا ان المبرمج بيستخدم بروجرامينج لانجويج في اكثر من لغه برمجه، احنا حنستخدم لغه مين؟ جافا، وحنتطرق طبعا الى هذا بشكل مفصل كل شيء يتعلق بجافا. لكن بنقول احنا قبل ما ندخل في نبدا نشرح ما هو الكمبيوتر والبروجرام والبروجرامينج لانجويجز والجافا، طبعا في الاول عايزين نشوف هو ايش اللي حيتبرمج، يعني ناخذ اكثر فكره اكثر عن موضوع البرمجه ومجال استخداماتها في السلايد اللي احنا شايفينه، بانه الان انت كمبرمج انت بتبرمج شو بالضبط. فطبعا الصوره هنا موضحه لنا انه هو كثير شغلات بتم برمجتها. يعني اول شيء وهو اشهر شيء الامبيدد كمبيوترز، الامبيدد كمبيوترز من امثلتها اللي هو الرسم الكبير هذا اللي انت شايفه، طبعا الاجهزه الكهربائيه، الاجهزه الطبيه، الرمزونات، الساعات، الجي بي اس، جوالات، بلاي ستيشن، ريسيفرات، غسالات، ثلاجات، كاميرات، تلفونات، قطارات، انسان الي، سيارات. طبعا عالم تقريبا يعني صعب حصره، هذا كله بيندرج تحت الامبيدد كمبيوترز. النوع المتعارف عليه اللي احنا بنعرفه ومتعودين عليه اللي هو الكمبيوترات اللي هي هذا اللي احنا بنسميها ايه؟ الديسكتوب اللي هي طبعا الشاشه والبوكس، او البورتابل اللي هي زي الايباد واللابتوب، او اللي احنا بنسميها الهاند هيلد ديفايس اللي احنا شايفينه زي الايباد او حتى الجوالات. لكن احنا تركيزنا احنا خلال الكورس او البرمجه اللي حنتعلمها مش حنتعلم كيف نبرمج اجهزه طبيه او رمزونات او انسان الي او سيارات، لا احنا حيكون التركيز بتاعنا وين؟ على الكمبيوترز، على الكمبيوترز. طبعا هنمسك جهاز الكمبيوتر وحنحكي معاه ونبرمجه عشان يعملنا شغلات معينه، فبالتالي احنا اللي حنتم برمجته هو جهاز الحاسوب. تمام. طيب السؤال الثاني هو عالم البرمجه شو الاريا تاعته، يعني عالم وين بيستخدم. مجالات البرمجه طبعا مهوله في كل شيء تقريبا، يعني الرسم هاي لربما موضح الصورة بأنه وين مجال استخدام البرمجة. وطبعا الصورة هنا بتبين لك أهمية البرمجة، يعني هنا مبين لك أنه قديش التنوع في استخدامها، وهنا نفس الشيء المجالات نفسها. طبعا الكوميونيكيشن في الاتصالات، عالم الإي كوميرس اللي احنا بنشوف، نظام الاشتريات اللون والبرامج الضخمة اللي بنشوفها خلال النت. في التعليم احنا الحين نستخدم قاعدين برنامج الباوربوينت عشان اشرح لكم، انا بستخدم برنامج معين عشان اسجل واورجيك ونزل لك الفيديو عشان تحضره. عالم الميديكال اللي احنا شايفينه طبعا كل هذه اجهزه لابد من برمجتها، في الساينس، في العلوم، في الابحاث، في الانترتينمنت اللي هو الالعاب، الببجي، الجيمينج والامور هذه، والامور الجوفرمنت طبعا في عالم بالذات يعني اتخاذ القرار في السياسه في الانتخابات. فتقريبا يعني البرمجه ما عجبتش مجال الا دخلت فيه، والكلام طبعا احنا اللي حكيناه هي مكتوب عندنا هيك، اذا انت حابب يعني تتعمق اكثر من ناحيه ترجمه او تفاصيل اكثر. طيب نيجي على النقطه الاولى اللي هو اللي احنا شفناها اللي هي في التعريف المبرمج. يعني انا هرجع هان عشان اوضح لك الصوره، احنا طبعا وقفنا هان انه قلنا انه المبرمج هو شخص بيكتب برنامج كمبيوتر، فعايزين ندرس شو يعني كمبيوتر وإيش لازم تفهم لما طبعا نحكي لك كلمة كمبيوتر. فهو السؤال هنا هو لما يعني لما نيجي نقول شو يعني كمبيوتر، what pops in up in your mind، يعني شو اللي بيخطر على بالك. اللي بيخطر على بالك طبعا جهاز الحاسوب اللي احنا شايفينه، واللي هو مكون من شغلتين. الشغلة الأولى أو الشق الأول، المكون الرئيسي الأول اللي احنا بنسميه ايه؟ الهاردوير، اللي هو الكيان المادي، الكيان المرئي والملموس اللي انت بتشوفه، بتشوف الشاشة والماوس والكيبورد والسماعات والمايك، هذا اللي احنا بنسميها ايه؟
ولو فتحنا الجهاز من جوه حتشوف حاجة اسمها سي بي يو، حتشوف حاجة اسمها رام وهارد ديسك وإلى آخره، تفاصيل هذا اللي بنسميه الهاردوير. الهاردوير هو المرئي والملموس. فأول شق من مكون رئيسي من مكونات الهاردوير اللي هو بنسميه سنترال بروسيسنج يونت أو السي بي يو، طبعا هنحكي عنه بالتفصيل في السلايدات القادمة. الشيء الثاني المين ميموري أو الرام بنسميه، والشيء الثالث اللي هو الستورج ديفايسز اللي هو للتخزين زي الهارد ديسك والسي دي والفلاش والامور هذه زي ما حنشوف. بعدين في عندنا الانبوت ديفايسز، واخر شيء الاوتبوت ديفايس. طبعا الكلام هذا حنشرحه بالتفصيل الان في السلايدات اللي جايه. الشق الثاني او المكون الثاني اللي هو السوفت وير، والسوفت وير بيندرج فيه ثلاث انواع. النوع الاول او الشق او المكون الاول تابع للسوفت وير اللي هو الاوبريتنج سيستم، نظم التشغيل، وبعدين الابلكيشن سوفت وير هنحكي عنه طبعا كله بالتفصيل، و Programming Languages. طبعا Programming Languages الآن ربما أخذنا فكرة وين موقعها، يعني هنحكي عنها بالتفصيل بعدين Programming Languages، بس على الأقل وين موجودة، هي موجودة تحت أو تندرج تحت عالم السوفتوير. طيب هذه الصورة بتوضح الكلام اللي حكيناه فوق. فلاحظ جهاز الحاسوب بتاعنا هو عبارة عن شقين، الشق الأول هو الهاردوير والشق الثاني هو السوفتوير أو البرمجيات. لما نطلع على الهاردوير بنشوفنا البوكس والشاشة والسماعات والتفاصيل اللي انت شايفها المرئية والملموسة، لكن السوفت وير هنا هو مرئي فقط، يعني ما حدش بيقدر يمسك معاه النصوص او الباوربوينت او لغة جافا زي ما هنشوف او الجيميل او الويندوز الى اخره، لكن كل هدول امثلة عن السوفت وير. طيب نيجي لاول شق، وقبل ما ندخل بتفاصيل هذه عايزين نعرف يعني ايش يعني كلمة كمبيوتر سيستم. وكلمة سيستم هان اللي هو طبعا اول ما تسمع كلمة سيستم لازم يخطر على بالك انبوت مدخلات ومعالجة ومخرجات، موضوع بسيط ومباشر. نلاحظ معاي هنا نظام الحاسوب، طبعا احنا هنطلع على جهاز الحاسوب اصبحنا من زاوية تانية، يعني مش الموضوع فقط انه مكونات مادية محطوطة بشكل عشوائي وبرمجية، لا طبعا هذا كله يتبع لنظام معين. فكلمة سيستم هان طبعا اذا بتسمع كلمة سيستم لازم يجي على بالك مدخلات ومعالجة ومخرجات، عندك الجهاز التنفسي، المصنع، الجامعة، نظام الجامعة نفس الشيء، مدخلات اللي هم الطلاب ومستوى علم معين توجيه، بعدين المعالجة تعدتهم مدة 4 سنين، وبعدين الاوتبوت تاعهم هو طالب بمستوى اعلى بكون خريج. نفس الشيء الحاسوب، حاسوب لو طلع عليه احنا حنشوف في عندنا وحدات تندرج تحت عالم الانبوتس المدخلات، او وحدات خاصه بوحده المعالجه او جزء من وحده المعالجه، او وحدات اخرى خاصه بالاوتبوت او المخرجات. انما هي تعريف كلمه سيستم، فكل ما تتذكر كلمه سيستم حتتذكر مدخلات معالجه ومخرجات. طبعا لو نطلع احنا جهاز الحاسوب المدخلات تاعته اللي هي وحدات الادخال، زي طبعا كلام هذا مشروح بالتفصيل في المهارات حاسوبية وحتشوفوه، انما احنا نحكي هنا بشكل سريع من وحدات الادخال اللي هي بتدخل اوامر والبيانات نسميها، اللي هو الماوس والكيبورد والكاميرا والمايكروفون. طبعا حيدخل عندنا في البوكس من ورا، لان هذه كلها موصولة في البوكس زي ما انت شايف. جوا البوكس طبعا لو فتحناه حنلاقي، والبوكس هو وحدة المعالجة تاعتنا، وحنلاحظ حنشوف طبعا مع بعض السي بي يو والمين ميموري والسكندري ستورج ديفايسز. وهذا لاحظ احنا هذا الشغلات شفناها عمال قبل بشويه في المكونات الماديه. وبعد ما يعالج ويتم معالجه اللي تم ادخاله حيطلع عندنا على وحدات الاخراج اللي هي طبعا اشهرها الطابعه والسماعات والشاشه زي ما احنا شايفين. فهذا هو تعريف الكمبيوتر سيستم. نبدأ الآن ندخل نفصل في المكونات تاعته، وحنبدأ طبعاً إحنا في الكمبيوتر هاردوير. طبعاً إحنا فتحنا البوكس من جوا، لاحظ، وهذا البوكس من جوا لنطلع عليه، حين في عنا هاي السي بي يو، هاي وحدة المعالجة المركزية، هاي الرام تو سمعنا عنها، هاي مثلاً هارد درايف اللي هي بعدين في عنا، والسي دي روم، طبعاً هنحكي عنهم هذولا، حنوضحهم أكثر. فأول شيء حنيجي هنا عنا على السنترال بروسيسنج يونت اللي هي السي بي يو، والسي بي يو زي ما احنا شايفين وين موقع هاي السي بي يو. السي بي يو فعليا هذا هي المنطقه هاي، بس طبعا في صوره تحت، نعم شايف هذا هو السي بي يو اللي هان. السي بي يو هو بمثابه مخ الحاسوب،
يعني هو المركب الأساسي الرئيسي. فالتعريف فانا the central processing unit CPU is the brain of a computer, اللي هو طبعا مخ الكمبيوتر. شو بيعمل؟ it retrieves instruction, وبيأخذ يعني بيجذب تعليمات من الذاكرة وبينفذها. كلام هذا طبعا مختصر مفيد، لكن تفاصيله هذا إذا بتصل لمادة معمارية الحاسوب حتشوف الكلام هذا طبعا بكل حذافيره. فأهم عنصر هو السي بي يو، اللي هو فعليا بينفذ العمليات الحسابية والمنطقية. هذه العمليات تنفذ على اللي هو المعاملات، يعني على الأرقام. الآن هذه الأرقام أو المعاملات والعمليات موجودة وين بتكون؟ حتكون موجودة في الميموري، بالذات مين؟ في المين ميموري، وهذا موضوعنا. فالمين ميموري اللي هي طبعا بنسميها الرام. وين الرام؟ هذه هي الرام. طبعا في صورة ثانية توضيحية أكثر بالضبط. هذا اللي احنا شايفين، هذول شايف هذول القطع اللي احنا بنسميهم ايه؟ الرام. الحين المين ميموري أو الرام هي تستخدم تستور داتا، بتخزن فيها الداتا زي ما تو حكينا، وبروجرام انستراكشن لمين؟ للسي بي يو تو ايش؟ تو اكسكيوت، يعني عشان ينفذها مين؟ السي بي يو. فالرام عندنا عنصر اساسي رئيسي، لانه هو بيحتوي على الداتا والعمليات، على المعاملات والعمليات. وهذه العمليات مين اللي حينفذها؟ السي بي يو. يبقى هو محتاج العمليات، ايش نوع العمليه، ومحتاج البيانات او الداتا اللي بتتنفذ عليها العمليه. الان هاي الداتا وهاي العمليات مخزنه وين؟ في الرام. مخزنه في الرام. السي بي يو بعد ما يخلص شغله، يعني على سبيل المثال عايز يجمع رقمين، يطرح رقمين، يضرب، يقارن، بعد ما نفذ العمليه الناتج وين بوديه؟ برجع الناتج، برجع عوين، برضو عوين على الرام. يعني هو بياخذ الشغل بيشتغله، وبعد ما يخلص بينتج الشغل، النتيجه بتاعت الشغل بيرجعها وين؟ باك على الرام. طبعا بقولنا هنا البرنامج والداتا must be placed in memory، طبعا قصدنا في الميموري هنا اللي هو الرام، before they can be executed. وهذا شرط ان السي بي يو هنا ما بياخدش، بياخد كل الشغل فقط من الرام. فبالتالي هنا برضو بيبين لنا التعريف او الكلام اللي بنحكيه اهميه الرام، انها وهي السكند، يعني العنصر الاهم الثاني. يعني اهم عنصر في الحاسوب اللي هو مين؟ السي بي يو. ثاني اهم عنصر حيكون عندي مين؟ الرام بالضبط. طيب نكمل هان للسكندري ستورج ديفايسز. والسكندري هاي طبعا بتتميز بانه حل كانت هاي لمشكلة الرام. طب هو ايش مشكلة الرام؟ مشكلة الرام انها فوليتايل. فوليتايل يعني متطايرة، يعني لو قطع الكهرب عنا بتروح البيانات اللي فيها، بتختفي التعليمات وبتختفي البيانات ان قطع الكهرب عنها. لكن عشان هيك احنا لجأنا لمين؟ للسكندري ستورج، اللي هو يعني التخزين الثانوية او وحدات التخزين الثانوية بنسميها. وهي بتتميز بانها بتمها محافظة على البيانات حتى لو الكهرب مقطوع عنها. شايف secondary storage is a type of memory، من انواع الذاكرة، that can hold data. ايش يعني hold؟ يعني بتحتفظ بالداتا for long periods of time، حتى even when there is no power to the computer، حتى لو كان الكمبيوتر ما فيش فيه كهرب. زي الهارد ديسك سمعنا في وين الهارد ديسك كان؟ هذا هو، شايفين هذا القطع، هذا هيك، هذا اللي هنا، هذا هو الهارد ديسك. والسي دي روم من امثلتها، وفي عندنا الفلاش، هاي الفلاش، وفي عندنا انواع الميموري اللي بتشوفوها تاعت الكاميرات واللي بتنشبك الى اخره، والسي دي اذا ذكرين، وحتى في عندنا الفلوبي ديسك، وهذا طبعا انقرض. فهذه كلها امثله من السكندري ستورج. ليش لجأنا لها؟ لجأنا لها لانه الرام فيها مشكله بانها بتفقد محتوياتها بانقطاع التيار الكهربي. فاحنا لجأنا لها عشان احنا نحافظ حتى لو ما فيش كهرب، نحن نخزن البيانات والتعليمات. تمام. نيجي الان الشق الرابع اللي هو الانبوت ديفايسز، اللي هو اللي هي طبعا وحدات الادخال. هاي لو تطلع على الرسم هان، طبعا احنا شفنا مع بعض هاي الرام، هذا الميموري او الرام، هاي السي بي يو، وهي حتى الستورج هنا شايفين. انما عايزين نطلع على المدخلات، الانبوت. الانبوت شايفون مؤشر على الماوس والكيبورد والمايك، وهذه طبعا كل هذه امثله، وهذه امثله ثانيه طبعا شايفين، من وحدات زي السكانر
زي التاتش سكرين، زي الويب كام، هذا عشان تدخل الصور. فكل هذه من نماذج وحدات الادخال. ولاحظ هنا الانبوت ديفايسز اللي وحدات الادخال، هاي الديفايس كولكت ذا داتا، بتجمع الداتا وبتبعتها لوين؟ على الرام. كل شيء بيدخل من وحدات الادخال بيروح على وين؟ على الرام. خلاص. طبعا من الكومن كمان، يعني معناته الشائع او المشهور، كومن انبوت ديفايسز، زي مين؟ من طبعا الديفايس المشهوره كمدخلات اللي هو الكيبورد والماوس والسكانر والديجيتال كاميرا الى اخره. طبعا هاي الامثله عندنا هنا ما تحصلها. فميزه الانبوت ديفايسز هي احنا من خلالها حندخل البيانات والتعليمات والاوامر، وحنخزنها نوديها وين؟ على الرام. الان الرام حيوديها وين؟ على السي بي يو. السي بي يو هان بيشتغل عليها، بعدين برجعها على الرام. لكن الرام، المحتويات اللي في الرام هذا عشانها متطايره، لازم نوديها نرجعها على وين؟ على ذاكره لا تفقد محتوياتها بانقطاع التيار الكهربي، زي الهارد ديسك مثلا على سبيل المثال، اللي احنا سميناها سكندري ستورج ديفايسز. بعد لو قطع الكهرباء تمنا محافظين على النتائج والبرامج الى اخره. طيب الاوتبوت ديفايسز هنا، وهو اخر مكون في المكونات الماديه، لاحظ مؤشر لوين؟ على الطابعه والشاشه والسماعات. طبعا هاي صورة تانية هنا تفصيلية أكتر، بروجيكتور، مونيتور، طابعة، سماعات، والهيدسيت طبعا نفس الشيء، والطابعات بأنواعها. الأوتبوت ديفايسز أو وحدات الإخراج هذه بتعطيني provide results، النتائج in a suitable form after processing. يعني هذه بتطلع لي، يعني مثال، هذه ملاحظة كتير مهمة. الآن هنا الأوتبوت ديفايسز هي بتطلع المخرجات بعد ما يتم معالجتها على وحدات الإخراج. يعني مثال، أنا ممكن عندي، أنا لو ضغطت على حرف الـ A وتمت معالجة حرف الـ A، هالحين حسب البرنامج، إذا أنا كنت شغال على برنامج معالج النصوص، فحيظهر عندي A وين؟ على الشاشة. يبقى صار عندي شكل الـ A هنا ظهر عوين على الشاشة. لكن لو أنا بلعب في لعبة معينة، الـ A معناها حتكون عندي حركة، فصارت عبارة عن حركة على الشاشة. لو أنا كان أنا مشغل برنامج بيانو، فلاحظ حرف الـ A حيطلع عبارة عن صوت على السماعات، مع أننا ندخل نفس حرف الـ A. فبالتالي هذه الوحدات الإخراج هي بتخرج البيانات اللي تمت معالجتها. طبعا لها أشكال مختلفة، والشكل اللي بيختلف تاعها حسب طريقة المعالجة. طيب الكلام هذا طبعا حيمر معكم بالتفصيل كمان مرة في مساق مهارات حاسوبية. وإحنا هنا بقول لي الكومن فورم برضو، الأشكال المشهورة في عملية المخرجات اللي هي تظهر على الشاشة أو اللي هو تستخدم الطابعة. وطبعا احنا في عنا هاي الشاشة والطابعات والسبيكرز والسماعات وبروجيكتور إلى آخره، زي ما احنا شايفين. هذا بالنسبة للشق الخاص بكمبيوتر هاردوير. كمبيوتر سوفتوير أو عالم البرمجيات، وهذا عالم أعقد شوي لأنه مش ملموس، بينقسم لثلاث أقسام البرمجيات هذه. الشق الاول بنسميه operating system او نظم التشغيل، والشق الثاني اللي هو الابلكيشن سوفت وير، البرامج التطبيقيه، واخر شيء اللي هو لغات البرمجه. طبعا احنا نطلع هنا، هو اللي عامل لي اياه هان، هو لاحظ هذا شامل لي كلهم، يعني هذا كمبيوتر سوفت وير. فهنا عامل لي هاي الوورد والجيميل، هذا لغه برمجه، هذا برنامج تطبيقي، الويندوز هذا نظم تشغيل. نبدا بالاول في موضوع شو معنى operating system. نظم التشغيل طبعا هي بالعادة أعدادها قليلة مش كتيرة. طبعا الضخامة أو الكثرة وين؟ في البرامج التطبيقية. تعريف الـ Operating System أو نظام التشغيل هو عبارة عن مجموعة من البرامج تعمل معا لإدارة مين؟ الكيان المادي أو الهاردوير، عشان تخدم مين؟ اللي هو البرامج التطبيقية. تفسير طبعا نقراها هنا، an operating system is a set، هو مجموعة من البروغرامز that manages، تدير user application اللي هي طبعا بنسميها البرامج التطبيقية، and their interaction مع system hardware. نوضح النقطة هاي، يعني مثال احنا فاتحين برنامج معالج نصوص، معالج النصوص مش operating system، هو برنامج اللي هو تطبيقي اليوزر بيستخدمه مباشرة. لكن لاحظ هنا، تخيل ان معالج النصوص او الوورد ما فيش فيه طباعه، فيش فيه نسخ لصق، فيش فيه تظهره على الشاشه،
ملوش معنى بسكر كيف حيشتغل. فالآن بما أنه أنا لازمني الشاشة، يعني لازمني نظام تشغيل. نظام التشغيل هو اللي بيدير الكيان المادي، بيدير المكونات المادية كلها اللي أنت شفتها في السلايدات اللي قبل، عشان يوفر خدمة لمين؟ للبرامج التطبيقية. يبقى أنا إذا عايز أعمل طباعة من خلال برنامج معالج النصوص، يبقى أنا هستدعي مين؟ نظام التشغيل. نظام التشغيل هو اللي بيطلع بروح، هو اللي بيشغل الطابعة، وهو اللي بياخد الورق وبيطبع في الطابعة وبطلع لنا إياه كمخرج على الطابعة. عايزين نعمل نسخ لصق، فهو حيدير اللي هو الرام، واضح إلى آخره. فهذا هو طبعا تعريف نظام التشغيل اللي هو مجموعة من البرامج. ويلاحظ هنا إذا حد فيكم يعني بيشتري مثلا كاميرا، هلاقي معها بقول لك برنامج التعريف تاعها. بيشتري مثلا طابعة، هاي السي دي الخاص بها مثلا. فهذا مجموعة، فكل جهاز له برنامج يديره خاص به. مجموعة البرامج هاي بنسميها نظام التشغيل. طبعا من أشهر نظم التشغيل اللي هو الويندوز بالنسبة لنا، بعدين بيجي اليونكس واللينكس والماك، وطبعا هذا هو الرسومات أسماهم والأيقونات تاعتهم. هذا بالنسبة لمين؟ لنظم التشغيل. الشق الثاني في الكمبيوتر سوفتوير اللي هو الابليكيشن سوفتوير، طبعا أعدادها مهولة. هذه البرامج اللي طبعا بيستخدمها اليوزر بشكل مباشر، وتقدر التعريف أنا، فبقول لي ابليكيشن سوفتوير refers to، تشير إلى برامج، يعني معناها البرامج that make the computer useful to the user، يعني بالفعل هي بتخلي البرنامج الحاسوب مفيد بالنسبة لنا. يعني أنا الحين الكمبيوتر إذا فيش فيه معالج نصوص ولا فيه نت ولا فيه شو بدي فيه، يعني أنا أصبح كمستخدم يعني. فبالتالي هو صار أهمية الكمبيوتر صار مهم نتيجة وجود البرامج التطبيقية اللي خاصة باليوزر فيه. طيب فبقول لي أنا طبعا تعريف، يعني this program، هذه البرامج solve specific problems أو perform general operation. طبعا احنا في برامج تاني غير، يعني هو الحاسوب عندنا فقط مش برنامج معالج نصوص وباوربوينت وبي دي اف وايميل وواتساب او يوتيوب. لا طبعا في برامج عندنا خاص نص بإدارة مفاعلات نووية، هذه برامج solve specific problem. في برامج مشبوكة فقط في 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 عشان تشوف نظم دقات قلب مريض معين، تشوف في لو بيطلعوا ركض صواريخ تاعات للناسا مثلا، في الطب، في الدي ان اي زي ما حنشوف طبعا لناخذ فكره انه. فالبرامج التطبيقيه طبعا عددها مهوله، والتنوع تاعها وتنوع مجالها برضو كمان كثير جدا كثير جدا. طيب من اشهرهم اللي بالنسبه لنا احنا يعني كطلاب، يعني هنا المعالج النصوص، لانه الكل بيستخدم مثلا الإكسل إلى الإيميل إلى آخره، النت إلى آخره. آخر شيء اللي هو في عالم الكمبيوتر سوفتوير programming languages، لغات البرمجة. ولغات البرمجة طبعا هذا هو لب موضوعنا، وإحنا شايفين هنا أيقونات كل هاي لغات برمجة. طبعا هو أكتر من هيك، وهي مين؟ هاي الجافا تاعتنا اللي حنشوفها مع بعض. فما هي لغات البرمجة؟ لغات البرمجة هي مجموعة من قوانين و symbols اللي هي إشارات تستخدم to construct، تستخدم عشان نبني كمبيوتر بروجرام. يعني احنا بنستخدم لغة البرمجة عشان نكتب ايش، او نستخدمها عشان نبني كمبيوتر بروجرام، عشان نكتب برنامج. شو البرنامج هيعمل؟ هذا البرنامج to instruct، بيوجه مين؟ الكمبيوتر هاردوير to perform specific task، يعني بيوجه الكمبيوتر عشان يعمل اللي هو مهمة معينة. فلغات البرمجة طبعا هذا هي تعريفها، عبارة عن رموز، وهنعيش الكلام هذا احنا خلال الفصل لما ندخل في لغة برمجة جافا، وهنشوف بالفعل هي عبارة عن كلمات ورموز وفورمات معينة لازم نعملهم عشان نخلي البرنامج، عشان البرنامج يقدر يخلي جهاز الحاسوب بيعملنا شغلة معينة. طبعا من أشهرهم اللي هو الجافا والبايثون، جافا سكريبت، سي، سي بلس بلس إلى آخره زي ما احنا شايفين. طيب هذا بالنسبة ل يعني الكمبيوتر، وهيك احنا بنكون شفنا مع بعض مكونات الحاسوب، مكونات المادية بتفاصيلها، والمكونات البرمجية بتفاصيلها، وموقع كل مكون. الشق الثاني او العنوان الثاني اللي شفناه في تعريف لما عرفنا المبرمج اللي هو كمبيوتر بروجرام او الكود. طبعا انا هنا يعني بس هعطيك مثال لتاخذ فكره شو معنى كمبيوتر بروجرام، يعني هو حينفهم من خلال الصوره. فبنطلع هنا، يعني احنا عندنا هاي نموذج هان
هذا عندي كمبيوتر بروجرام، هذا كود، هذا الكود مكتوب بلغة السمبلي. والفكرة تاعته أو الهدف منه إنه هو هذه عبارة عن مجموعة من التعليمات، شايف يعني كل سطر هان عبارة عن تعليمة. لما يجي الكمبيوتر نفذ التعليمات هذول كلهم بحذافيرهم، إيش النتيجة؟ النتيجة حيجي يقول لك إن الرقم المدخل هل هو عدد أول ولا لا. يعني البرنامج هذا كله عشان يجاوبك الكمبيوتر على السؤال هذا، إن الرقم اللي أنت دخلته هل هو برايم ولا لا، عدد أول ولا لا. على فكرة الأعداد الأولية موضوع كتير كتير مهم في عالم التشفير. فهاي الشغلة هنا عشان يوضح لك إحنا من ضمن specific task اللي علمنا عليها هذا الكود هنا، يعني لحل مشكلة معينة أو بيطلب من الكمبيوتر يعمل specific task. شو هاي specific task أو المهمة المعينة؟ بإنه يفحص له هل هذا برايم ولا لا. طبعا الموضوع هنا مبينه بسيط، يعني لو نقول له 7 أو 11 أو 17 هذا حافظينه حفظ إنه عدد أولي. بس لو بدي أقول لك مثلا العدد 8 مليار 2 7 5 4 3 2 هذا عدد ضخم، هنا بتستشعر إن أنا بحاجة بالفعل لجهاز الحاسوب لأنه هو أسرع مني، فهو حيطلع لي الناتج بوقت أقل بكتير، وهذا هو الهدف أساسا من جهاز الحاسوب. لكن إحنا عشان نحكي مع جهاز الحاسوب لازم نتعلم لغته، لازم نحكي معاه بلغة بيفهمها هو عشان نطلب منه ينفذ لنا الشغلة المعينة. الكود الثاني اللي هنا، هذا الكود طبعا مكتوب بجافا، وهذا طبعا احنا مش هنأخذ بالعمق هذا، بس هذا خاص بموضوع مين الدي ان اي، الدي ان اي اللي هو الهيومن جينوم اللي خاص بالانسان مثلا، عشان نشوف انه مشاكل الدي ان اي. وهذا طبعا بيستخدموه في ابحاث في الزهايمر، في الزهايمر وفي السرطانات، لانه يعني كتير مركزين مهتمين في عالم الدي ان اي والتشوه اللي بيصير فيه والى اخره. فاليوم انت يعني هذا برضو مثال تاني بوضح لك وين ممكن انا استخدم البرمجي، يعني هذا البرمجي هنا بوضح لي استخدمه في التشفير. هذا مثال على برنامج انكتب بلغه جافا عشان يساعدني في الابحاث في عالم الدي ان اي. انت طبعا هذا انت في عالم الطب، عالم الساينس، هذا بتنقذ ارواح وبتعالج مشاكل وامراض ما كانتش تعالج زمان. طبعا هذا اللي احنا قصدنا فيه كلمات specific task اللي حكينا عنها في اول سلايد، ان انا بدي اياه يعمل شغلة معينة، بدي انا بكتب كود للحاسوب عشان ينفذ لي شغلة معينة. طيب نكمل مع بعض، نيجي الان لموضوع programming languages او لغات البرمجة، وهذا طبعا كان الجزء الثالث اللي شفناه احنا في تعريفنا للمبرمج. طيب اولا لغات البرمجه بانواعها، يعني كل لغات البرمجه هي عباره عن ايش؟ هي عباره عن مجموعه من، لاحظ هان، كل لغات البرمجه has a set of keywords، كلمات او مصطلحات. طبعا عندنا حنشوف السينتاكس او الرموز او الرولز اللي بتستخدمها to create for creating ايش instruction، عشان نقدر نطلع تعليمات. هاي التعليمات شو الفايدة منها؟ to instruct الكمبيوتر hardware to perform specific tasks. صار طبعا احنا عنا الترجمة او التعريف programming languages مكرر اكتر من مرة. الان هنا لغات البرمجة تنقسم لقسمين، القسم الاول بنسميه low level languages و high level languages. تعالوا نشوف مع بعض ايش الفرق ما بينهم ونقارن ما بينهم. اولا نيجي نتطلع، عايزين نقارن الأساسيات، هنيجي نتطلع للوهلة الأولى لغات عالية المستوى أو الهاي ليفل لانجويجز، طبعا سهلة الإدارة، سهل إنك تفهمها، سهل إنك تتعلمها، سهل اكتشاف الأخطاء فيها اللي الديباجينج، ولاحظ هي الأكثر استخداما وشهرة في الوقت الحالي أو في الوقت هذا. بالمقابل اللو ليفل لانجويج أو لغات متدنية المستوى، هذه اللغات very difficult to learn، كتير صعبة وكتير صعب اكتشاف الأخطاء فيها، ولاحظ هنا إنها كتير مش مشهورة، not widely used in today's times، يعني مش كتير مشهورة من ناحية الاستخدام. الشق الثاني من المعيار المقارنة عملية مرحلة الترجمة. طب أقول لي هان ال high level languages تحتاج إلى مترجم كومبايلر أو مفسر انتربريتر، عشان إيش؟ عشان تحول الكود تاعنا لإيه؟ للمشين كود. ليش؟
يعني اتفقنا بالأول بأنه أي لغة برمجة أو أي برنامج لازم في نهاية المطاف يتحول للغة المشين كود اللي هي الصفر والواحد، وهذه هي اللغة الوحيدة اللي بيفهمها مين؟ جهاز الحاسوب. بالمقابل هنا في اللو ليفل لانجويج حيستخدم السمبلر، يعني بيستخدمش كومبايلر أو انتربريتر، يعني بيستخدمش مترجم أو مفسر، بيستخدم السمبلر بنسميه المجمع هنا، لأنه هذا بترجم بشكل سريع، بترجم حرفية للإنستركشن تاعت المشين لانجويج. طيب الشغلة الثالثة هان اعتماد على التركيب الداخلي للجهاز. فلاحظ بقول لي الهاي ليفل لانجويجز دو نوت ديبند اون ماشينز اركيتكتشر، يعني لغات عالية المستوى ما تعتمدش، ملهاش اعتبار او تعتمدش اعتماد كلي على التركيب الداخلي للجهاز. بالمقابل لو ليفل لانجويجز ار ماشين ديبندنت. طب شو نفهم الكلام هذا؟ اوضح لك. اولا لو احنا جينا كتبنا برنامج باستخدام جافا، جافا من امثلة الهاي ليفل لانجويجز، خلاص هذا البرنامج بيجمع مثلا رقمين فرضا، او بقارن بين رقمين، او بده يشوف ان هذا الرقم عدد اول ولا لا، تمام. طبعا لو كتبته على الجهاز عندي على اللابتوب واعطيتك على الجهاز عندك حيشتغل، لو اشتغل في الجامعة حيشتغل، لو بعدنا لاي واحد في الصين عنده جهاز مختلف عن اجهزتنا حيشتغل، بغض النظر الجهاز اختلفن او مختلفن، شبه بعض او بيختلفن عن بعض، البرنامج حيشتغل على كل الاجهزة. بالمقابل لو انا كتبت نفس البرنامج بلغة متدنية المستوى مثلا زي لغة الآلة او لغة الاسمبلي، لاحظ هنا عشان لازم يشتغل عندي على جهازي بالاول، لكن تعال لو اخذت البرنامج بعد ما شغلته عنده اعطيته لجهازك مش حيشتغل، نعطيه الجهاز للجامعة مش حيشتغل، نبعته لأي واحد لازم يكون تيبيكال نفس مواصفات جهازه، تيبيكال وإلا مش راح يشتغل. فبالتالي هنا هذا مشكلة، إنه وهذه ميزة كانت لمين؟ للهاي ليفل لانجويج. يعني لاحظ هان هذا اللي خلاها تساعد في الانتشار، إنه الهاي ليفل لانجويج هان ملهاش دعوة بالتركيب الداخلي تاع جهاز الحاسوب، فبالتالي أي واحد بيكتب أي برنامج ممكن أي واحد في العالم يشغله، لكن واحد كاتب بلغة متدنية المستوى لازم هذا تكون يعني مش هتشغل على الأجهزة مختلفة اللي اختلفت ولو بشيء بسيط عن الجهاز اللي احنا بدينا فيه البرمجة. فبالتالي عشان هيك عدد مبرمجين اللو ليفل قليل والبرامج اللي مكتوب بلغة اللو ليفل قليل جدا، وهذا اللي خلاها مش مشهورة كتير. طبعا هذا اللي وضح لنا هان ليش هي هان لغات اللو ليفل not widely used in today's time عكس من الهاي ليفل لانجويجز. واضح النقطة هاي؟ طيب الشغلة الثانية هان speed of execution، سرعة التنفيذ. يعني بمعنى هان لو أنا كتبت برنامج بلغة عالية، لغة عالية المستوى حيأخذ وقت أكثر في التنفيذ، وقت أكثر نعم. هو إيش المشكلة عنده؟ صار عملية الوقت الإضافي تاعت مين؟ الترانزليشن أو الترجمة اللي هو طبعا إما بالكومبايلر أو بالمفسر. لكن لاحظ هنا، خلينا أمحي هدول عشان إحنا توضح الصورة، لكن لاحظ هنا هذا بيأخذ وقت قليل كبير في الإكسيكيوشن. طبعا لكن هال الإكسيكيوشن سبيد is very high، سريع جدا. ليش؟ لأنه موضوع أو الوقت اللي يستخدم للترجمة يكاد لا يذكر إن وجدت. طبعا هذا الكلام هذه ميزة لللو ليفل لانجويج، بأنه الإكسيكيوشن عندنا هان very fast مقارنة بالهاي ليفل لانجويج. هذه ميزة لمين؟ لللو ليفل. طب عشان نوضح النقطة هاي، أولا في ناس بيستخدم اللو ليفل لانجويجز طبعا، في برامج لازال تكتب في الوقت الحالي باللو ليفل لانجويجز طبعا. أعطيك مثال هنا وين هنا موضوع السبيد تاع الاكسكيوشن أو سرعة التنفيذ كريتيكال أو إشي مهم. لو جينا إحنا مثال عايزين نكتب برنامج للسيارة، هذا البرنامج بتحكم في متى البالون أو الإير باج نسميه إحنا اللي بيفقع في الوجه، هذا البالون لما السيارة تخبط فيه شو معين بتلاقي البالون اللي قدام السائق واللي جنبه بيطلع هيك باب زي هيك عشان راسك ووجهك ما يخبطش في الستيرين أو في قزاز السيارة. هنا السرعة عملية الحادث والرياكشن ردة الفعل تاعت اللي هو أن يخرج البالون تاع السيارة أجزاء من الثانية. فبالتالي هن الصح أن أنا أكتب البرنامج هذا اللي بتحكم في خروج الإير باج عند الحادث بلغة متدنية المستوى ولا عالية المستوى؟ طبعا بلغة متدنية المستوى. ليش؟
لأن أنا بعني في موضوع السبيد، لأن هذا موضوع مسألة حياة أو موت. واضحة النقطة هان؟ تمام. آخر شيء بعدين نشوف النيد الهاردوير. طبعا هو بيحكي هلا المبرمج إن مبرمج هنا إذا بده يبرمج على لغات عالية المستوى، هو طبعا هنا بيتطلب منه إنه يكون عنده، ما يكونش عنده أي علم أو علم بسيط يعني في الهاردوير تاع الجهاز عفوا حتى يكتب إيه البرامج. لكن إذا كان الموضوع low level language، طبعا هذا ماليت بري ريكويست شيء ضروري، يعني هذا أساسي عشان يكتب البرنامج، يعني لازم يعرف مكونات الجهاز والمواصفات إلى آخره عشان يقدر يكتب بلغة متدنية المستوى. واضح النقطة هاي؟ آخر شيء الأمثلة عليهم طبعا إحنا لغات عالية المستوى زي بايثون وجافا إلى آخره. طبعا إحنا عندنا في غير لغتين، لغة المشين لانجويج ولغة مين؟ الأسيمبلي لانجويج. طبعا إحنا نشوف مع بعض مثال يوضح الكلام هذا. طبعا قبل المثال إحنا هنا سألين السؤال إنه أقديش في عنا لغات برمجة. طبعا هو العدد الأعظم اللي هو في لغات عالية المستوى. طبعا هذه هي الرموز تاعتها زي ما أنت شايف، وهذه هي أسماءها هنا هيك. بقولنا هان there are many programming languages، في عنا لغات برمجة كتير that can be used to communicate with the computer، يعني إحنا ممكن نستخدمها عشان نحكي مع الكمبيوتر، نتواصل مع الكمبيوتر. However، لكن a computer only إيه قلنا understand machine language، فقط ما بيفهمش غير لغة الآلة. الكلام هذا وضحناه في السلايد اللي قبل وبنعيد الكلام الآن. الآن بقول لي أنا لاحظ كل لغات البرمجة يعني all programming languages must be translated، يعني كل لغات البرمجة اللي انت شايفها هنا هيك في العالم اللي هان او الاسماء اللي هان لازم نحولها او نترجمها لايه؟ للماشين لانجوج اللي هي الصفر والواحد. A computer can understand، لان الكمبيوتر ما بيفهمش عنا غير مين؟ غير الماشين كود او الماشين لانجوج صفر وواحد. شو يعني صفر وواحد؟ صفر وواحد، صفر هذا رمز، نرمز لمين؟ للشحنة متدنية المستوى، والواحد لشحنة عالية المستوى اللي هو الفولت عالي وفولت واطي، إنما الاثنين كهرب. فلما طبعا إحنا جهاز الأجهزة الكمبيوترات مبنية على الكهرب حسب الشحنة. إذا الشحنة متدنية حنرمز لها بالرمز صفر، الشحنة عالية حنرمز لها بالرمز واحد. هاي مفهوم كلمة إيه؟ صفر وواحد. لكن صفر مش معناها إنه ما فيش كهرب، لا هو في كهرب لكن إيه؟ الفولت تاعه متدني، والواحد معناته إنه في كهرب والفولت تاعه عالي. واضح النقطة هاي؟ طيب فالآن هنا هذا بوضح لنا الصورة هنا. طبعا هذا يعني هذه الصورة كتير مهمة، وعلى فكرة هذه الصورة احنا جايبينها جبتها من مساق اللي هي معمارية الحاسوب الكمبيوتر اركيتكتشر لسنة تانية. وطبعا هذا بوضح لنا هنا انه الصورة هذه بيقول لي طلع يعني هاي اللغات المختلفة اللي انا مستخدمها، هاي لغة بايثون، هاي لغة جافا، ولغة سي بلاس بلاس، ولغة سي، وكلهم بيعملوا نفس الشيء. ايش بيعملوا؟ بيشوفوا له اذا كان العدد المدخل زوجي ولا فردي مثلا، لكن كل واحدة لها طريقة كتابة ولها آلية كتابة معينة، قوانين معينة في الكتابة بيختلف شوي عن بعض. انما هذول كلهم لغات عالية المستوى. هذه اللغات عالية المستوى لازم بنهاية المطاف تترجم للغة ايه؟ للماشين لانجوج، والا مش هيشتغل عليها جهاز الحاسوب. فطبعا بيجي هان دور الكومبايلر او الانترب او المفسر، حكينا الكلام هذا في السلايدين اللي قبل، لانه لغات عالية المستوى تستخدم عنا المفسر او المترجم للتحويل لمين؟ للماشين كود. طبعا الكومبايلر انا بيحول لي هذا للاسمبلي عشان نشوف طبعا منظر الاسمبلي. لاحظ هذا الاسمبلي لانجوج، هذه والماشين لانجوج هذول مثالين على لغات متدنية المستوى. هذا نفس الشيء، هذا أسيمبلي خاصة بمين؟ بالإنتل، وهذا خاصة بالمعالج ميبس اللي بيستخدم في الإكس بوكس أو البلاي ستيشن، وهذه هي المشين لانجوج تاعتها. لاحظ المنظر المشين لانجوج اللي هان منظر طبعا مخيف، لأنه كله أصفار ووحدات ومش فاهمين ولا حاجة. وبالفعل هي يعني لغة قريبة جدا للغة الآلة وبعيدة جدا عن لغة الإنسان. أخف شوي ألطف نتف اللي هي لغة مين؟ التجميع، لكن برضو لازالت كلها رموز ومش واضحة. طبعا الافضل والاريح واللي بتحس انها يعني انجليزي بحت اللي هو ايه؟ اللغات عاليه المستوى. هذا برضو بيمثل او مثال واضح لنا النقطه هاي. طبعا لاحظ انا بديت بكتب البرنامج بلغات عاليه المستوى زي هيك، بيجي برنامج بترجم لي اياها للغات للماشين كود اللي خاصه بمين؟
بالمعالج تاعها. هذا المشين كود تاع مين؟ تاع المبس. وهذا المشين كود تاع مين؟ تاع الانتل. طبعا كتب لك، كان بقول لك عشان يوضح لنا الكلام اللي حكيناه، انه a program written in a high level language بنسميه source code. يعني كلمة source code يجوال للغات بنحكيها بنرمزها للغات عالية المستوى. لكن بقول لك كان لانه الكمبيوتر كان not understand a source program، لان الكمبيوتر ما بيفهمش source code، لازم احنا it must be translated into a machine code. لايش؟ for execution. يعني لازم تترجم للغات الآلة عشان يتم ايش؟ تنفيذها على الهاردوير زي ما احنا شايفين. Now هذا translation أو الترجمة هاي can be done using another programming tool، يعني برنامج تاني هو اللي بترجم، برضو مش شخص، هو برضو برنامج تاني اللي احنا بنسميه الانتربريتر اللي هو المفسر أو المترجم، وكلاهما عبارة عن برامج ترجمة تترجم من لغات عالية المستوى للمشين كود. واضح المثال اللي هنا؟ هذا الصورة بتوضح لنا اللي هو الترتيب والبداية من فوق لما وصلنا احنا للاركيتكشر او للهاردوير من جوا. طيب الان نيجي هنا على موضوع العناصر اللي بتكون منها كل لغه برمجه. بمعنى انت لو عايز تتعلم اي لغه برمجه في العالم، لازم هذه لغات البرمجه تعلمك يكون تشمل على الاربع عناصر هدول. اول عنصر لازم تتعلم في لغه البرمجه انك كيف عمليه الادخال والاخراج. بمعنى يعني انت عايز تدخل نص او احرف او ارقام او اي شيء من لوحه المفاتيح، وكيف تظهر الكلام هذا، وين تظهر اي شيء على الشاشه، يعني كيف ناخذ من المدخلات وبنظهر على المخرجات. طبعا لازم تتعلم الكلام هذا في اي لغه برمجه تتعلمها. طبعا حنشوف الكلام هذا احنا بالتفصيل وين باستخدام جافا. الشيء الثاني الاريثمتيك واللوجيك اوبريشن، يعني هي الموضوع انا مش بس اريثمتيك اللي عمليه الحسابيه فقط، في عندي عمليه حسابيه وعمليات منطقيه برضو لازم اتعلمها. يعني اللي حيعلمني انا برمجه لازم يعلمني الشغله او العنصر الثاني هذا اللي هو نتعلم العمليات الحسابيه والمنطقيه. هنشوف طبعا الفورمات في عالم الجافا تاعنا. العنصر الثالث هنتعلم برضو في اي لغه برمجه لازم تتعلم فيها نظام الاف والاف الس، عالم الكونديشن والشرط، وهذا بيغير الفلو تاع البرنامج طبعا زي ما هنشوف بالتفصيل. وهدول طبعا هذا مواضيع كتير مهمة. واخر موضوع اللي هو موضوع اللوب او الوايل بنسميه، وهذا اللي هو موضوع الريبيتيشن او التكرار. الان باستخدام الاربع إليمنت هدول، يعني عشان انا اجمل النقطة هاي، ممكن انت تبرمج اي شيء، ممكن انت تعمل اي برنامج. يعني هذا هو خلاصة ايش مفهوم كلمة الإليمنت، يعني ليش اخذناهم، اللي هم موضوع الانبوت والاوتبوت، موضوع الارثمتيك واللوجيكال اوبريشن، موضوع الكونديشن زي الاف والاف الس، واخر شيء موضوع اللوبينج والوايل، موضوع التكرار. باستخدام الادوات هذول والاليمنتس هذول ممكن تعمل، يعني ممكن تحل اي مشكله انت عايزها. تمام. طيب نكمل مع بعض الشق الخاص بلغه جافا، وهذا الشق الرابع. وطبعا هذا الاجابه للسؤال what language do you use to program، يعني ايش اللغه اللي حنستخدمها عشان نبرمج. طبعا هنستخدم لغه جافا. السؤال هنا ليش جافا، يعني واي جافا، اشمعنى، مع انه في لغات ثانيه غير جافا. حنشوف مع بعض الكلام هذا، حنشوف انه لغه جافا السيمبل قويه، لغه قويه، سكيور، امنه، اوبجكت اورينتد، وطبعا حنشوف الكلام هذا بتفاصيل كامله الفصل القادم. بلاتفورم اندبندنت، طبعا حنشوف الان، وفيرساتايل. الان طبعا انا هذه تطبيقات جافا في المجالات هاي، لكن انا هعطيك انت تعمل البحث، وعايزك انك في مجال الديسكتوب وين في تطبيقات للجافا، وين في الانتربرايز تطبيقات للجافا، وين في الابحاث في عالم الويب، في الكلاود، في الالعاب، في الجيمينج، وين في عندنا يعني نيم اكزامبل ابلكيشنز، حتى التطبيقات معروفه مشهوره تستخدمت في المجالات هاي، ريتن ان جافا ان ذا فيلدز اباف، في المجالات اللي فوق. فالريسيرش في الاول هتيجي وين في تطبيقات مثلا جافا استخدموا في الحواسيب العاديه، يعني الديسكتوب، وين في تطبيقات مشهوره للجافا في العالم الانتربرايز، وين في تطبيقات مشهوره في الطب، في الساينس، في الابحاث، في ناسا الى اخره، وتكمل نفس الشيء. البحث الثاني برضو انا عايزك تكتب لي هم مقال about java history، يعني هاد لغه جافا من وين اجت، مين اللي اخترعها، ايش الفكره تاعتها، ليش سميت بهذا الاسم، ليش الشعارها
شعار الفنجان هذا هل لي اعتبار معين؟ هل هو قصة معينة؟ عايزك تكتب لي مقال بحث في الكلام هذا، وكمان تجاوبني ليش جافا، وانا عايزك لحالك انك تقرأ ليش جافا مميزة عن لغات تانية. هو طبعا يعني حيكون شكل مفصل للجمل اللي هان، بس انا عايزك انك ما تسمعش الكلام هذا مني فقط، انا عايزك تدور على النت تانا وتشوف انه يعني تسمع من اكتر من مصدر عشان الكلام هذا يرسخ في راسك. طيب جافا لها 3 editions طبعا كبلاتفورم، واللي هم الاديشن الاول اللي احنا بنسميه ستاندرد اديشن، طبعا هتشوف الكلام هذا انت لما تعمل البحث اساسا، والاديشن الثاني الانتربرايز، والاديشن الثالث اللي هو المايكرو اديشن. الستاندرد اديشن اللي احنا هنستخدمه اللي احنا هننزله هنتعامل معه خلال الفصل اللي هو الخاص بمين؟ بالحواسيب ديسكتوب. انتربرايز اديشن هو عالم يتعلق بالنت وما له وما عليه، طبعا عالم النت عالم واسع، هذا بنسميه انتربرايز اديشن اللي هو اختصاره EE زي ما انت شايف. الستاندرد اديشن اختصارها SE، واخر شيء المايكرو اديشن اللي هو طبعا ميلي طبعا مايكرو اديشن، وهذا خاص بتطبيقات الموبايل يعني، والكلام هذا انت في البحث حتلمس الكلام هذا، لان طبعا هي احنا معلومات عامه هذه في عندنا، لكن احنا تركيزنا هنشتغل خلال الفصل على الستاندرد اديشن. طيب كيف جافا بيشتغل؟ طبعا هذه معلومات مهمة انك تعرفها، انها قد تكون مش واضحة بداية لانك انتم ما دخلتوش لسه بعالم الجافا كتير، لكن هذه مقدمات لابد منها. بيقولنا هنا انه جافا بتتميز بانه الموضوع ان احنا نحول من لغة جافا، احنا اتفقنا انه لغة جافا لغة هاي ليفل لانجوج، طبعا الحاسوب ما بيفهمش هاي ليفل لانجوج، فبالتالي لابد من ترجمتها للغة المشين لانجوج اللي هي لغة الآلة. لكن عملية الترجمة هاي بتصيرش في خطوة واحدة، بتصير في مرحلتين وليس مرحلة واحدة. يعني هو بقول لي على سبيل المثال لاحظ هذا الكود اللي هنا هذا هيك، هذا جافا كود هنشوفه مع بعض كيف انه يتحول للغة المشين لانجوج، هذا اسمها المشين لانجوج اللي انت شايفها. طبعا هذا بيتطلب ايه؟ مرحلتين. لاحظ بقول لي هنا ده جافا بروجرام كومبايلد بتم ترجمته in two stages في مرحلتين. المرحلة الاولى إنه الجافا كومبايلر، طبعا جافا كومبايلر هذا برنامج، هذا المترجم بياخد ايش بيعمل؟ بياخد السورس كود يعني بيترجم، ها شايف بيترجم الجافا كود انتو لايش؟ لحاجة اسمها انترميديت بايت كود. انترميديت يعني وسيط، يعني هذا مش نهاية المطاف، هذا يعني في نصف العملية اللي احنا بنسميها بايت كود. يبقى الكومبايلر عندنا بياخد الكود اللي احنا كتبناه، هذا على فكرة الكود، لاحظ هذا مثال هاي شايفه، هذا هو الكود اللي احنا كتبناه، هذا السورس كود تاعنا. الكمبايلر المترجم هنا بيحوله للغة لبايت كود، هذا البايت كود لاحظ هاي شايف هذا انترميديت وسيط، يعني ليست هي النهاية اللي احنا بدنا اياها. طبعا فبقول لي هذا البايت كود، this byte code is، نقطة كتير مهمة هاي، بلاتفورم اندبندنت، يعني ملهاش دعوة بالتركيب الداخلي للجهاز، ملهاش دعوة، يعني هذه صيغة عامة، هذه صيغة عامة. الآن هنا لاحظ هذا البايت كود شايف هنا it's not machine code، هي ليست machine code، يعني الجهاز عندنا بفهمش بايت كود. يعني متى حصير يفهمها؟ بعد ما تنتهي من المرحلة الثانية. فبقول لي هنا in the second stage في المرحلة الثانية، ها في عنا برنامج هنا اسمه Java Virtual Machine، شو بيعمل؟ takes بياخد the platform independent bytecode، البايتكود اللي هو يعني عام، صيغة عامة يعني، واضح؟ شو بيعمل؟ وبيحولها ل converted into platform specific، لاحظ platform specific machine code. اها الان صار عندنا نتج عندنا هنا اللي احنا بدنا اياه اللي هي المشين كود، لكن هذا المشين كود خاصه بالماكينه تاعتنا. وانا اذكر من ضمن الصور يعني مثال، احنا في كان عندنا صور شفنا المبس وشفنا الانتل في احدى السلايدات، بديش ارجع عليه بس انت لو تابعت المحاضره حتتذكر. فلاحظنا في عنا كود بيتحول لمشين كود اثنين، واحد للمبس وواحد خاص بالانتل يعني، والاثنين المشين كود تاعتهم بيختلفن عن بعض حسب
الجهاز حسب جهاز الحاسوب. فبالتالي هان بالأول يبقى المرحلة الأولى هو بيأخذ الجافا اللي إحنا بنكتبه بلغة عالية المستوى اللي هي المنظر اللي زي هيك، شايف كلمات لغات بالإنجليزي هنا واضحة، وهذه بحول لي إياها لمرحلة وسيطة اللي هي بنسميها البايت كود. هذا البايت كود هي صيغة عامة تتم، يعني الصيغة عامة ملهاش دعوة، يعني بتنتج بغض النظر إيش نوع الجهاز تاعك، لكن الجهاز تاعك مش حيفهم بايت كود. نيجي على المرحلة الثانية اللي هو في عندنا الجافا فيرتشوال ماشين، بتاخذ البايت كود هاي وبتحولها للماشين لانجويج اللي هي صارت بلاتفورم سبيسيفيك. طبعا ماشين كود عندك او الماشين لانجويج حتكون حسب مواصفات الجهاز تاعك، هاي الفكرة اللي احنا عايزين نحكيها. الحين لاحظ في الصورة هان، يعني ربما هذا بوضح الصورة. طبعا هاي المبرمجة عندنا هنا، وهذا هي جافا، لاحظ هذا السورس كود تاع الجافا. الان هنا الجافا كومبايلر المترجم شو بيعمل؟ حياخذ السورس كود اللي هو زي هي وزي هي وبيحوله لبايت كود، الان هذا البايت كود قلت لك هذا صيغه عامه. الان مين اللي بيمسك البايت كود؟ اللي بيمسك البايت كود هو برنامج الجافا فيرتشوال ماشين اللي موجود على الجهاز تاعي. مثلا انا عندي هاي اللابتوب انا تاعي، في موجود في جافا فيرتشوال ماشين. شو بتعمل الجافا فيرتشوال ماشين هاي؟ هتاخذ البايت كود اللي هنا وحتحوله لماشين كود خاص بالجهاز تاعي. انا الجهاز تاعي فيه موجود ويندوز اوبريتنج سيستم، لكن انا لو اعطيتك نفس البايت كود خلاص شو بدك انت؟ لازمك جافا فيرتشوال ماشين على جهازك. الجافا فيرتشوال ماشين اللي على جهازك بتاخذ نفس البايت كود لكن حتحوله لماشين لانجويج خاصة في مين؟ خاصة في الجهاز تاعك، حسب اختلاف مين؟ البلاتفورم او الاوبريتنج سيستم، نظام التشغيل. واضحة النقطة هاي؟ فبالتالي بايت كود هي صيغة عامة يتم ترجمتها للماشين لانجوج اللي هي خاصة بالجهاز تاعنا عشان يفهمها عشان يشتغل عليها. يعني بدون جافا فيرتشوال ماشين مش حيشتغل عندنا الجافا. يعني فالجافا فيرتشوال ماشين هذا مهم، وكل جهاز لازم يكون نازل عليه جافا فيرتشوال ماشين الخاصة بيه. شو بتعمل جافا فيرتشوال ماشين هاد؟ بتاخذ البايت كود وبتحوله لماشين لانجوج اللي خاصة بالجهاز تاعنا. فلاحظوا بقول لي هان، يعني فأول شيء جافا سورس كود كومبايت لايش؟ لبايت كود. بعدين جافا فيرتشوال ماشين اكسكيوت البايت كود، يعني كمفسر بتحوله لماشين لانجوج. احنا ما كملناش هنا، لكن لاحظ لما انه احنا حول الماشين كود وبنفذ اللي هو جافا فيرتشوال ماشين برضه بتنفذ مين؟ اكسكيوت ذيس كود لاين باي لاين. اللي بيشتغل نظام تنفيذ الكودينج او الاكسكيوشن لاين باي لاين بنسميه مفسر انتربريتر. لكن لاحظ احنا شفنا كلمه كومبايل وقلنا كلمه كومبايلر يعني مترجم، انتربريتر هنا مفسر. ودير بالك هذا في ملاحظه هان، يعني وكانه انه احنا الجافا هي فعليا فيها ترجمه وفيها مترجم وفيها مفسر. لكن المترجم شو بيعمل؟ بيحول السورس كود لبايت كود. مفسر شو بيعمل؟ اللي هو طبعا هي فعليا الجافا فيرتشوال ماشين نسميها، بس بيشتغل بيعمل كعمل المفسر لانه هو بيشتغل لاين باي لاين. الكومبايلر بياخذ الكود ككل وبيحوله ككل لبايت كود. يعني هي المفارقه هان في طريقه الترجمه او التحويل. فبقول لي انا ممكن تكتب يور كود وانس، ممكن اكتب طبعا زي ما حكينا اللي هو الكود تاعي باستخدام الجافا مره واحده، ان ممكن اني اشغله في اي مكان، في الصين، في امريكا، في الجامعه، بالبيت، اي حكينا الكلام هذا. طبعا اختصار ده مصطلح اسمه ورا اللي هو رايت وانس رايت اللي هو ران ايفريوير. لكن طالما هذا البرنامج وين حيشتغل اللي انا كتبته بالجافا؟ حيشتغل على اي بلاتفورم، على اي جهاز او مواصفات فيها الجافا فيرتشوال ماشين. اذا جهازك فيش فيه جافا فيرتشوال ماشين على الفاضي مش حيشتغل مين؟ اللي هو الجافا كود اللي انا بعت لك اياه. فطبعا لاحظ هنا كمان مره للتاكيد الجافا فيرتشوال ماشين محتاجينها عشان تكسكيوت الجافا كومبايلد كود اللي هو يعني البايت كود. طبعا لاحظ الجافا فيرتشوال ماشين هذه بتختلف حسب مين؟ حسب الاوبريتنج سيستم او البلاتفورم، يعني من جهاز لاخر. يعني كل جهاز له جافا فيرتشوال ماشين خاصه به. واضحه النقطه هاي؟ كثير مهم اللي هو موضوع اللي هو عمليه التحويل من جافا
source code لماشين code. طيب السؤال هنا احنا شو بنحتاج عشان run Java program. اول شيء to run Java program عشان هنشغل برنامج جافا احنا محتاجين له هو JDK. احنا محتاجين JDK ومحتاجين GRE ومحتاجين Java version machine. طبعا بس هدول كلهم موجودين ضمن JDK. فبالتالي بقول لي احنا عشان خلينا امحي هدول to run Java program we need Java environment بيئة عشان to run Java program تاعنا. الانفايرومنت تاعتنا مكونة من ثلاث كومبوننت ثلاث عناصر. يعني البيئة تاعتنا اللي لازم يشتغل نعمل run نشغل برنامج جافا مكونة من ثلاث كومبوننت. الكومبوننت الاول بنسميه جافا ديفلوبمنت كيت. طبعا هذه خاصة في البروغرامر الديفلوبر اللي هو المبرمجين اللي هم احنا. لكن شخص بده بس ينزل يشغل برنامج جافا انا معطيه برنامج محاسبة وهذا مش لازم يكون عنده جي دي كي. طيب هنوضح الكلام هذا قبل شوي. بعدين عندنا جافا ران تايم انفايرومنت جي ار اي هذا عشان فعلا يشتغل برنامج جافا. طبعا هذا البرنامج لازم يكون موجود عند اي شخص عايز اي برنامج جافا يشتغل عنده. واخر شيء جافا فيرتشوال ماشين طبعا هذه اساسيه. لو نطلع هنا الجافا ديفلوبر بحكي لها اللي هو البروغرامر اللي هم انتو would typically need all the three components. هو طبعا المبرمج بيحتاج الثلاثة هدول لأنه هو بده يعمل في عنده development هو بده يكتب الكود وبطوره بحدثه بعدين بده يجربه بده يشغله وبعدين لازم يتم تطبيقه وتنفيذه على الجهاز تاعك. فبالتالي هو محتاج مين كل الثلاثة components عشان يعمل عملية الديفلوبمنت والتستنج اللي هو الرننج. يعني لما بقول لاحظ الجي دي كي تاعنا هذا يساوي او جواته جي ار اي اللي هو جافا ران تايم انفايرمنت زي الادوات معينة اللي طبعا جافا ابلكيشن بنسميها. هالحين الاند يوزر اللي هم الناس العاديين الزبون اللي احنا بنبرمج لهم يعني اللي بيشتروا برامجنا او بيستخدموا برامجنا الجاهزة المكين تاعتهم او المشين او الجهاز عندهم بس يحتاج لمين للجي ار اي اللي هو جافا ران تايم انفايرمنت اللي هو عباره عن مين جافا فيرتشوال ماشين زائد مكاتب معينه. طب احنا فيش داعي نعرف المكاتب هذا بس الفكره بشكل عام. ليش هذا الكلام؟ عشان اكسكيوشن للجافا بروجرام. خلينا نوضح النقطه هنا. لاحظ الصوره هاد واضحه. الصوره هاد بتقول طبعا المربع الكبير اللي هو المربع المين هذا الام اللي هو الجافا جي دي كي جافا ديفلوبمنت كيت. خلاص بيحتوي على ايش؟ على المربع الصغير اللي هان مربع السكن الغامق اللي هو فيه ايش الجافا ران تايم انفايرمنت جي ار اي زائد ايش ديفلوبمنت كيت. يعني هي بتاعت مين؟ يعني هاي ديفلوبمنت كيت عندنا هان هذا اللي باللون السكني جافا ران تايم انفايرمنت. الان الجافا ران تايم انفايرمنت بيحتوي على مين؟ الجافا فيرتشوال ماشين زائد لايبرري كلاسز. هذا هي الجافا فيرتشوال ماشين اللي هي اخر شيء. يعني كمان مره وضح النقطه هاي برضه هذا كلام يعني صوره تنرب بس هذا اوضح يعني من الدش اللي فوق. هاي الجافا فيرتشوال ماشين وين موجود الجافا فيرتشوال ماشين؟ هي جزء من مين؟ من الجافا ران تايم انفايرمنت. لانه الجافا ران تايم انفايرمنت عباره عن جافا فيرتشوال ماشين زائد لايبرري كلاسز. طيب الجي ار اي هذه هي جزء من مين؟ من الجي دي كي اللي هي جافا ديفلوبمنت كيت. يعني لانه الجافا ديفلوبمنت كيت بيساوي جي ار اي زائد مين؟ ديفلوبمنت تولز. المبرمج عندنا المبرمج اللي هم انتم محتاجين مين؟ الجي دي كي كلها. يعني كل هذول احنا بدنا اياهم. لكن احنا لكن الشخص اللي بس بده يشتغل عنده البرنامج هو مش حيبرمج هو بس بده يطبق ينفذ البرنامج عنده بس محتاج مين؟ اللي هو الجي ار اي. واضح النقطه هاي؟ طبعا نفس الكلام صوره ثانيه عن هذا بس من باب التوضيح. طيب الان احنا هذا بالنسبه للرن الجافا بروجرام. هذه احنا رن وديفلوبمنت يعني عمليه ديفلوبمنت وعمليه رننج. لو عايزين نكتب جافا بروجرام هنستخدم طبعا النص انا واضح بقول لي رايتنج ذا جافا بروجرام از ايزي سهل نكتب جافا بروجرام. In order to develop the Java program, واضح هنشتغل طول الفصل هنعمل development لجافا program نكتب وتستنج. أول شيء لازم ننزل مين؟
جافا ديفلوبمنت كيت، محتاجين الجي دي كي، وحكينا الكلام هذا بالسلايد اللي قبل، يعني لابد من وجود الجي دي كي. اذا انت مبرمج لازم تنزل عندك على اليور كمبيوتر، لازم يكون موجود على جهاز الكمبيوتر تاعك. ان اديشن تو جي دي كي، طبعا احنا محتاجين سبيشال سوفت وير، برنامج خاص بنسميه انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت او باختصار اي دي اي. هذا عشان نكتب الكود بس، يعني شبيه جدا بمعالج النصوص خلينا نقول. بس طبعا هو في شغلات هيك ارتب، واضح لنا وين الاخطاء، اذا نسينا شغله معينه بنبهنا، يعني في شغلات مميزات افضل من اللي هو الـ 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 مثلا نقول قول المفكره مثلا. فحنشوف اللي حنلاحظ الفرق بين التنتين. الان طبعا موضوع الاي دي هذا يعني مش هي الزخم، الزخم كله وين؟ في الجي دي كي وهو الاهم. لكن الاي دي هنا احنا ممكن نستغنى عنها، لكن احنا ليش بنستخدمها؟ عشان بتريحنا في عمليه الكتاب وكتابه الكود فقط. فبقولنا هنا في عندنا هذول فري جافا اي دي ايز بوبولار مشهورين اللي هم نت بينز اللي حنستخدم الفصل هذا، في عندنا الاكليبس، وطبعا لاحظ احنا عندنا هذول الايقونات تاعتهم هاي النت بينز، هذا احنا بنسميه ايش؟ الاي دي اي. هذه المصطلحات استاذ مهمه انك تكون عارفها، لانه انت بكره لما تروح على مقابلات العمل او تحكي مع اصدقائك او تحكي مع برمجين برا مش حيجي يقول لك انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت، لا بقول لك اي دي اي، هذا الاي دي مثلا ممتاز، هذا اي دي جديد بالاختصارات هاي. حيحكي لك معك، مش حيجي يقول لك جافا ديفلوبمنت كيت كل مره، حيقول لك الجي دي كي محدث النسخه، هذه الفيرجن الحديثه مثلا الى اخره. فعشان هيك هذا الجي دي كي احنا سوري المصطلحات اللي زي هيك المختصرات مطلوب انك تعرفها، مش كثيره هي، لكن مطلوب انك تعرفها بانك انت داخل في عالم البرمجه تاع جافا، فهذا ضروره. طيب الان نيجي وهذا الشق اللي حتشوفوه انتم بالعمله، كيف بدنا نعمل انستاليشن، ننصب ننزل عندنا اللي هو الجي دي كي وننزل الاي دي اي. هذا الكلام طبعا اللي هيعمل لكم اياه محاضر الشق العملي بالتفصيل، واحنا هنا للتوضيح. هذا اعتقد صوره قديمه، هاي لاحظ ايش هنا كاتب لي، هاي جافا بلاتفورم تاعت جي دي كي، لاحظ هذا الفيرجن تاعت النسخه، وفي عندنا النت بينز. طبعا هو مريحنا بقول لك طب هاي في، انا هعطيك هاي جي دي كي 7 اللي هي اصدار 7 زاد النت بينز، وانا هاي اللي بدي اياه. احنا عايزين نت بينز عشان نكتب برامج جافا وعشان نشغلها برامجها ونطورها ونحدثها ونشغلها، لازمنا اللي هو الجي دي كي. طبعا الكلام هذا بالتفصيل حتشوفه في الجانب العملي. ولاحظ احنا اللي مركزين على مين؟ على جافا اس اي. شو يعني اس اي؟ ستاندرد اديشن، اللي خاصه بالتنصيب على اجهزه الحواسيب، وهذا احنا شفناه بالسلايدين اللي فاتوا. اعتقد انه احنا هيك وصلنا لنهايه المحاضره، بتمنى تكون المحاضره واضحه، وهذه على اعتبارنها محاضرتنا. طبعا اعترف انها يعني فيها معلومات كتير وتحتاج الى تركيز، لكن بعد هيك المحاضرات حتكون يعني مهضومة أكثر، ويعني النقاط متركبة أو واضحة أكثر من هيك. المحاضرة الجاي حنبدأ بالتطبيق الفعلي ونبرمج فعليا، وحنشوف طبعا أول كود وحنجربه. فعشان هيك إن شاء الله من هلا المحاضرة الجاي لازم تكون منزل أنت الجي دي كي والنت بينز عندك على الجهاز، واللي هيعزز الكلام هذا الجانب العملي. نراكم في المحاضرة القادمة ويعطيكم ألف عافية.